آداب قضاء الحاجة. يعني الآن عندنا الدين الإسلامي جاء بكل أدب وبكل مصلحة وبكل خير لنا. منهم آداب عندما تأتي لقضاء الحاجة دورات المياه. Et since the dia manum kamilis na zetu kuno resikan ran dia ni adab kawa il haja zanui ni fum bafanau rifa mit chani thira kujuba. Sete uji ni fum Islam dia na kana tsikan zabu tsarita dia ni fum bafum bafanau mis adab. Ka ran tsika zani amu la dia na chama kasikani zabu tatu kuna tau mit chani thira kujuba. يجب عليك أن تستتر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة. لا يمكن أن تكشف العورة. زابط أقولون شنو شنو تيا ميلا من تاكنا من كينات سنو شاس نو تو في فيلي ني ماموكا من كينات أما سنور ريفا مناوا ميزاني فنجانا نتواليتنا منو فيشوين أما نتواليت تيا من تاك. إما أن تدخل وتقلق الباب أو تجعل بينك وبين الناس جدار سيارة شجرة. Na arawat sa kanasan mission chan yung wana takan yung muskis na wote kung dahil kina yung farabaran zan na siyempre arawat sa kamutiran ng kalamansan zan nila siya no pamilya niya na zan yung nausi masunod sa bituya yung tanaw na katira kan zan tawa haja zan. قبل أن تدخل إلى هذه الحمامات أو إذا كنت في الفضاء قبل أن تنزع الثياب ماذا تقول؟ Aluan yang nausa mitsa awam tira tujuan. Na arawat sa kawi yang mina halaman zana nau aluan yang manalan nafa tibi na zabat tenin nau. Taqul bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Zai zabat tenin na barani rifa mitsa mtira tujuan. Dia bismillah. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. من شر كل ذي شر من الجن وغير الجن. ديكن دعاء زل من بعدك خيره بنا من الله سبحانه وتعالى نوى أم يروى زبط راسنا أم جين زلنا أم زبط حافظ تنجين. تقدم الرجل اليسرى عند الدخول. تونت أبوش زلنا أم يقولون في السنين كرب الله. واليمنى عند الخروج. أري تونت دعاء زل من فوق. وتقول بعد الخروج غفران. لا تدخل إلى الحمام بالمصحف بكتب العلم بشيء فيه اسم الله سبحانه وتعالى. تنقطع عن ذكر الله. حتى كلام الناس لا تتكلم بكلام الناس إلا عند الضرورة. مثلا قطع عليك الماء تقول أعطني ماء. نديم ليش كملوا لارسيا سوتو نبارمي أفسوي أم فكونا زيت سميسي رساهناو لو جاك سندوي تابا كنرامو نديم ليش كملوا لناو ونشرامو فتابا كنرامو دوني تلي. لا تطيل البقاء في الحمام. شوف أنا دنيا مكونا تلي تسمي لما يجي المحارس لما تلي. لأن هذا مكان للشياطين. سجينا بارمي يو تنفذ بنو إنديا كثيرا زيت بيتان الشيطان. لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. أرويهم أنا كثيرا تنفذ بنا أولني تنفذ بنا لا تقضي الحاجة في أماكن تؤذي فيه الناس ولو كانوا كفار. في الطرقات أماكن جلوس الناس تحت الأشجار أماكن الظل. لا تأتي الحاجة في الماء الدائم الذي لا يجري. لا تمس ذكرك بيمينك تستعمل اليد اليسرى. في واحد زنا من اللي في رفع نعم.